شفنا اللمحة الجميلة امبارح في نهاية الحفلة، ومي قالت لنا ان انت طلبت منها انها تغني اغنية لمصر، كانت لمحة جميلة وشيء يعني اصر الناس كلها اللي بتتفرج في البيوت او اللي موجودين في المسرح. يا عمور، مصر في قلوبنا كلنا، يعني احنا لا نلتفت لطيور الظلام، لا نلتفت لاصحاب النية السيئة التي يعني دائما بيصطادوا في الماء الأكره، ودائما بنفخص حاجات وهميه غير موجوده. يعني العلاقه بين الشعبين، يعني يكفي ان المملكه العربيه السعوديه قبله المسلمين، انا متاكد انها في قلب كل مصري، ويكفي ان المصريين في قلب كل سعودي. يعني هذا شيء مفروغ منه، بالعكس احنا المفروض نشجع على كل ما يبني العلاقه والاحترام بين كل المجتمعات ان شاء الله. يعني أنا أتمنى أنه تشوفوا فرحة الناس في السعودية وتعاملهم مع الفنانين في الانترتينمنت من مصر.